فيكم. اليوم بدنا ننقل من الطبخ للمربى المشمش. هلأ شوفوا معي، عندي هون 5 كيلو مشمش مستويين على الاخر خارج المربى. هلأ بدي اغسلهم منيح ونقيهم، بس منهم خربانين بس مستويين. هذا المشمش بلدي، نص الحبة حمراء ونص التاني أصفر. هلأ بنغسلهم منيح ومنبحبحهم بالمي، ما يدل عليهم أي وسخ أي شيء. نقيهم المنة منيحة بكبة. شوفوا معي، هلأ بدي اعتذر منكم هالفترة ما حنزل فيديوهات، عندي مجهزة كذا فيديو بس بنتي عندها امتحانات، بدكم تعذروني ما حنزل شي هالفترة لبين ما خلصت الامتحانات عندها، لأن بنتي هي اللي بتصور وهي اللي بتنزل الأكلات. دعولها بالتوفيق. بدي أخبركم خبر، عندي صديقة من مصر مطبخها اسمه سنة أولى مع شيماء، كتير شاطرة وأكلاتها كتير طيبين ومرتبين. بدي حط لها الرابط عندي، بدي منكم تدعموها. هلأ بنرجع المربى. هلأ بعد ما بفصفصهم بشيل منهم العجو، بزبطهم منيح. هلأ المشمش له عدة وصفات. هلأ في ناس بتحبه حلو بتكتر الحلو بيحطوا عكس ما أنا حطيت، بس أنا حطيت مكيالين مكيال سكر. هلأ شوفوا معي هيك بيطلع حلو عدل، بدل ما يكون حلو كتير. في ناس بيحطوا مكيالين سكر مكيال مشمش، أنا لا، عملتها على طريقتي. هلأ بعد ما انتهي من تنظيفهم وتثبيتهم بيكونوا عنا جهزوا، مشان بدي كيلهم وضيفهم بالطنجرة دغري بشعل تحتهم، ما في داعي اصبر عليهم لتاني يوم. شوفوا معي هلأ انا عم كيلهم بهيدا المكيال. هلأ بحط مكيالين وبحط مكيال سكر، مكيالين مشمش مكيال سكر، طلعوا معي 8 مكيالات، حطينا لهم 4 مكيالات سكر. هلأ شوفوا هيدا المربى اذا انعمل عقصوله اطيب واحسن من المعلب او اللي بيجيبوه من السوبر ماركت، لانه معروف كيف معمول وطازة، اهم شيء انه يكون طازة. هلأ قربنا ننتهي من كل شيء، هلأ بس نحطها على النار. شوفوا معنا، منضيف نص معلقة ملح الليمون عشان السكر ما يسكر معنا، بيصير هيك مبرغل او شيء. هلأ في ناس تطحن المشمش قبل ما تغلي، بس انا حبيت اغلي مع بعض مشان دل الفوائد بقلبه. بعد ما ننتهي من غليانه ياكل معنا ساعتين تقريبا. هلأ منخليه يغلو على نار قوية، بعدين بنوز تحتهم على الاخر، وكل ما رحت وجيت بحرك فيهم، بحركهم لحتى ياخدوا حقهم من الغلي. تقريبا بدهم ساعتين، بروح وبيجي بحرك بايدي فيهم لحتى يتنهن هون. هلأ هون قربوا يستووا معنا، يعني اكل كتير هينة وطيبة وطبيعية 100%. بعدين منشمسها بصدورة بس مندير بالنا من اي شي حشرات او شي، بحط على وشها شرشف تنحفظ من الغبرة، من حطها محل انه ما يقرب عليها شي، هيك بتاكلي شي نظيف ومرتب. اكل كتير طيبة وخفيفة خاصة للولاد الصغار، احفادي كتير حبوها، كتير كتير عجبتهم وحبوها. هلأ هون نشرناهم بالشمس، حطيناهم بالمناسف فايشة مشان دغري نشفوا معنا، كمان بروح وبيجي بحركهم مشان دغري نشفوا والشمس بتخليني نحفظه.
ما بدل فينا حموضة أو بيخربوا أو بيحمضوا أو شي، لا هيك ساعتها فيكن تعملوهم موني من السنة للسنة. بس أنا مني مكترة أكيد ما شاء الله، لأنه عيلتي عندي أحفاد بياكلوا ما شاء الله، بحب هيك أعملهم شغلات ياكلوها وينبسطوا فيها وجربوها ما بتندموا أبدا. هلا تقريبا طلعوا معي 3 مناسف، هلا بعد ما شمس ومظبوط صرت اعملهم بالمصفى، يعني ما ترمتهم على الخلاط او شي، لا عملتهم بالمصفى، لان في ناس ما عندها خلاط فيكم تعملوهم بهيك الطريقة من البتور، يعني حبيت اعملهم بالمصفى وارجيكم معي. هلا بعد ما انتهي منهم بجمعهم فرد منسف، بعدين بعبين بالمرطبانات، طلعوا معي مرطبانين وشي صحن. كمان بعد ما بعبيهم بالمرطبان بحطهم بالشمس شي يومين كمان، وبغطي لهم وشهم بقماش ابيض، هيك كمان بيصير عندهم وش يعني مثل الشمع. لحد هون انتهينا منهم، شوفوا هون واعطوني رأيكم فيهم. عن جد عن جد أكل كتير ناجحة وطيبة وخفيفة، وخاصة اللي عندهم مشمش بالشجر كمان فيني يعملوا هالأكلة، وبيمونوها بيحفظوها من سنة لسنة. عن جد طلعوا معي غير شكل، طعمتهم بتطير العقل وحبوها الولاد كتير مع الزبدة البلدي. إن شاء الله تنال إعجابكم، ألف صحة وهنا.